يعني مثل ما قلنا انه بكره اول ايام عيد الاضحى المبارك، وان شاء الله بينعاد على الكل بالخير والبركه. ولكن السنه عم يجي العيد بظروف استثنائيه صحيه فرضتها الجائحه العالميه فيروس كورونا المستجد. كيف فينا نحن نتابع حياتنا ويومنا بطريقه صحيه ونقي حالنا، وكيف يعني فينا نعمل تباعد ونحققه بالتجمعات والزيارات العائليه، واذا حسينا باعراض كورونا لوين نلجأ وشو نعمل؟ معلومات كثيرة رح نتعرف عليها مع الدكتور حسام، اختصاصي في جراحة الأنف والأذن والحنجرة ورئيس الشعب الأذنية في مشفى المواساة. صباح الخير دكتور. صباح. أهلا وسهلا فيك. صباحكم جميعا. صباح المشاهدين. أهلا وسهلا فيك دكتور. يعني بداية كلياتنا بخضم هاي الأيام اللي عم نعيشها عنا حياة طبيعية رجعت، عنا تجمعات للأسف عم تكون موجودة، في كتير ناس ما عم بتقدر مدى خطورة الفيروس وانتشاره، وطبعا العمل قائم عند كتير من الأماكن حتى مع هذا الانتشار. أنا اليوم كيف بقدر أرجع نشط هيك مفعول الوقاية إذا فعلا لسه قادرين نحن نوقي حالنا بهذا الوقت؟ يسعد صباحكم جميعا. صباحك. كل عام انتم بخير اكيد، ونتمنى السلامه للجميع وترجع الاعياد والمناسبات مثل نكهتها وطبيعتها اللي كانت عندنا بالبلد. فكره الوقايه اللي عم نطرحها واللي عم نحكي فيها وعم يشتغل الاعلام عليها وعم نشتغل نحن كسلك طبي عليها هي الاساس بالتعامل مع الفيروس. يعني نحن ما بنعرف لايمت هذا الشيء رح يستمر، ما بنعرف لايمت ممكن نلاقي علاج مناسب، لايمت ممكن نلاقي لقاح وشو فائده هاللقاح او شو جدوى هاللقاح، ما بنعرف قديش انتشار هالمرض ممكن يكون، وبالتالي نحن لازم ترجع الحياه لطبيعتها، يعني لازم العمل يستمر، لازم الحياه تستمر، مثل ما تفضلتي بكره عيد الاضحى المبارك ان شاء الله الكل بخير، ونحن في لنا عادات وإلنا تقاليد وإلنا ممكن نغير بعض الشغلات نبدل، ولكن لابد من انه الحياه تستمر. فبالتالي نحن لازم نلتزم بهالتعليمات هي. التعليمات هي على شقين او ثلاثه خلينا نقول. واحد منهم هي الاجراءات الاحترازيه اللي لازم نقوم فيها. الثانيه هي الشغلات اللي لها علاقه برفع المناعه وحمايه الجسم والادويه اللي ممكن ياخذها الواحد لتمنيع حاله ومنع الاصابه. والثالثه هي المعرفه اللي ممكن يتحصن فيها مشان ما اذا تعرض لبعض الاعراض انه دغري يكون له استجابه وله تعامل صحيح مع الوضع. بالنسبة للإجراءات الاحترازية حكينا فيها كثير، ويمكن حضرتك بكلمتين صغار أول ما بلشنا حكيتيهم، نلبس كمامتنا، نغسل إيدينا بشكل متكرر، أغراضنا الشخصية خاصة فينا، والتباعد المكاني. يعني هدول ثلاث أربع شغلات كافيين لحتى إنه يعني يحققوا جزء كبير من المطلوب. أنا ما عم بحكي بحبس أو يعني بحجر حرية أو إحنا لما عم نقول عزل منزلي هو شيء طبي، لما عم نقول حجر هو شيء طبي، ولكن بشكل أساسي هو فكرة ارتداء الكمامة المناسبة، التباعد المسافة الكافية، تهوية الغرف بشكل جيد، التناسب بين عدد الأشخاص بالغرفة مع مساحة الغرفة أو المكان الموجودين فيه، إذا في صالة مثلا فيها خدمة من خدمات الحكومية أو شيء من هالنوع لازم يكون في تناسب بين العدد والمساحة الموجودة، غسيل اليدين بشكل متكرر، استخدام المعقمات الكحولية الشائعة كثير كمان جيدة وبتساعد على حل المشكلة، لتجنب لمس أسطح ونقل فيروس باتجاه العين أو الفم أو الأنف. طبعا هذا جزء كثير مهم. التباعد مثل ما قلنا، مسافة أمان متر ونص لمترين كثير كفيل بأنه التخفيف من هالحالة من نقل الفيروس. بكرة بعيد الأضحى وبالمناسبات كلها موضوع المصافحة، العناق، المباوسة، السلام، كل هالأمور هي لازم نعدل شوي، وهو تعدل يعني احنا الفترة الماضية خلال هلا 3-4 أشهر تعدل كثير، بس لازم أكثر كمان. لازم نعرف انه نحن لازم نكتفي بالسلام الشفهي، لازم اذا بنقدر مثلا اللي بدنا نروح لعنده بنعرف انه عنده شخص كبير بالعمر او شخص مريض ممكن نختصر هالزياره، نحكي معه تليفون او نبعث له رساله، يعني نحاول نقدر هالامور هي. واكيد ما حدا رح يزعل، يعني اكيد انا اذا بعرف انه في شخص مريض وممكن اذا رحت ازيد مرضه ما رح اروح. طبعا مريض هو ما عم نحكي عن مريض الفيروس، عم نحكي عن مريض اللي عنده ضعف مناعه بالجسم، اللي عندهم اورام، اللي عندهم ممكن سكري، ربو، هالامراض هي، هدول كلهم لازم يحتموا ويديروا بالهم لانهم معرضين واكثر خطوره لهالشيء هذا. وبالتالي انا لما بكون عم اقوم بهذا الشيء انا عم اقوم بواجب، يعني مثل واجب المعايده، واجب التهنئه، كمان واجب حمايه الاشخاص الاخرين وحمايه نفسي مشان ما ينتشر المرض اكثر. انا بقول لمرضاي دائما انه القريب اللي كنا متعودين عليه كان يعدي
شخص أو شخصين، أما هلأ نحن هذا الفيروس عم يعدي عدد كبير من العالم، يعني المريض عم يعدي قبل ما تظهر الأعراض عليه وعم يعدي بعد ما تظهر الأعراض عليه، يمكن يوصل لمية ومئتين شخص. فبالتالي نحن عم نتعامل مع فيروس له خصوصية، لازم نعرف كيف نتعامل معه. أكيد نعم. الموضوع الثاني حكيتوا فيه أنتوا شوي كمان هلأ عن موضوع الزنك أو المواد أو الأدوية أو الأمور اللي ممكن ترفع المناعة وتنشط الجسم، طبعاً الزنك، فيتامين سي، فيتامين د، اللي ما بده ياخذ أدوية مصنعة ممكن يعتمد على الشغلات الطبيعية مثل الخضروات، مثل الفواكه، مثل الأمور المتوافرة عنا وممكن الواحد أنه يعتمد عليها، نظام صحي غذائي مناسب، الابتعاد عن الأمور اللي ممكن تأذي الجسم، الأمور اللي فيها مثلاً دهون عالية مشبعة، اللي فيها ممكن شغلات ممكن فيها جراثيم أو شيء ممكن يأذي الأمعاء أو يأذي المعدة. الموضوع الثالث هو موضوع الاستجابة الطبية. عفوا الفيتامينز انه هلا ما كثير بيعطوا نتيجة، لازم تكون مناعتك قوية من قبل. تماما، هلا نحن عم نشكل مناعة، يعني نحن مريض الشخص عطيتيه فيتامين ما رح يلحق يشكل المناعة المطلوبة، فنحن عم نشكل مناعة بدها وقت لتظهر. على فرض شخص صحيح وعم يعني ما انه مصاب هلا، فإذا بلش ياخذ هالأدوية هي ممكن لما يجي الفيروس يكون جسمه أقوى وأقدر على تجاوز المرض. تمام. سألتيني حضرتك عن موضوع إنه كيف بدنا نستجيب للأعراض أو إذا حدا ظهر عليه الأعراض أو أي عرض من الأعراض شو بده يساوي. مو شرط إنه هو يطلب الاستجابة الطبية إنه يروح دغري للعيادة أو يروح لمشفى أو يروح حسب نوع الأعراض اللي ظهرت وحسب شدتها. ممكن يكتفي مثلا بالتعليمات الشائعة اللي الكل صار يعرفها. ممكن يتصل بطبيبه على الهاتف، وكثير هلا منا نحن وزملائنا عم نحاول نستجيب على الاتصالات الهاتفيه ونعطي توجيهات بهدف تخفيف الاكتظاظ، تخفيف العجقه بالعياده، سرعه الاستجابه للمريض مشان يقدر ينفذ التعليمات بشكل سريع. فبالتالي في اعراض خفيفه ممكن تدبيرها عن طريق الهاتف او عن طريق الاستشاره الهاتفيه، في اعراض اشد لابد من انه يراجع للفحص الطبي، إجراء استقصاءات مخبرية، إجراء استقصاءات شعاعية، هي كلها بتساعد إنه تحديد درجة المرض والشيء المطلوب لحتى نقدمه للمريض. دكتور خلينا نحكي بنقطة، لكلنا يعني مثلا أنا مثلا في ضايق نفسي، راسي عم يوجعني، عندي حرارة، كل شوي صار عنا شيء مثل الوسواس أو الهوس إنه نحن عنا كورونا. خلاص أنا مكرني ما على شغلة، نحن قبل الكورونا كان في عنا شيء اسمه التهاب أنف تحسس، كان عنا شيء اسمه ربو، كان عنا شيء اسمه صداع شقيقة، صداع توتري، كان في عنا هالأمور كلها ولساها موجودة، فيعني كله لازم يضل ضمن حسباننا. طب هاي الهلوسات مشان هيك نحن بشكل أساسي العرض الرئيسي بكورونا هو تقريبا الترفع الحراري اللي ما يعني بينزل بسهولة. ظهور ترفع حراري عند المريض هو مؤشر لوجود إصابة فيروسية عند المريض، يضاف إلى ضيق التنفس، يضاف إلى السعال الجاف، هدول صاروا أعراض مهمة أساسية. في أعراض بسيطة تانية عم تكون مرافقة مثل الأعراض الهضمية، التعب، الوهن، الإعياء الشديد اللي يعني فوق الشيء اللي الواحد يتحمله، فقد الشم سمعنا فيه كتير وصار عند المرضى، انسداد الأنف، سيلان الأنف، يعني أعراض الرشح المعتادة، التهاب البلعوم، كل هاي الأعراض مجتمعة أو مفرقة، يعني أحيانا بيكون عرض أو عرضين مترافقين مع الترفع الحروري أو الإعياء، كله بيوجهنا باتجاه أنه هل نحن في مرض أو لا. إضافة لموضوع تاني مهم، مخالطة مرضى، يعني أنا إذا عندي مريض بالبيت بعرف أنه هو عنده مشكلة وأنا صارت تظهر هالأعراض، فأنا ما لح أفكر أنه والله مجرد تعب بسيط أو مجرد شغلة، لا، هذا غالبا هو عبارة عن إصابة، فلازم أخذ المطلوب مني وأخذ حذر. هي الإصابة حسب الأعراض بتتقسم لدرجات، خفيفة، متوسطة، شديدة. الدرجة الخفيفة ممكن علاج بسيط، شوية توصيات بسيطة بالمنزل نقدر نتغلب عليها. الدرجة المتوسطة بتشتد الأعراض شوي، ممكن يظهر شوية ضيق نفس، ممكن يظهر شوية نقص بالأكسجة، ولكن مع ذلك مع تدبيرات معينة وأدوية معينة ممكن تتدبر بالبيت كمان. الإصابات الشديدة بقى هون ما عاد فيها، يعني لابد من تدخل المشفى ويصير إجراءات إضافية ممكن توصل لدرجة العناية. بس نحن الحمد لله يعني نحن يعني انتشار المرض أو الشيء اللي شفناه خلال الأسابيع الماضية
عدد الحالات اللي الخطيرة أو عدد الحالات اللي طلبت إنه أو احتاجت إنه تدخل المشفى أو اللي احتاجت أو اللي العناية أو لا سمح الله الوفيات اللي صارت مقارنة بانتشار المرض تعتبر ضمن النسب المقبولة أو النسب العالمية، يعني تقريبا بحدود 3-5% هي الحالات اللي احتاجت هذا الشيء، بينما أغلب الحالات حوالي 90% هي حالات بسيطة عم يقدر يتم التغلب عليها ضمن المنزل وضمن توصيات معينة. إن شاء الله الله لا يدر حدا. إن شاء الله يا رب. وكثير سمعنا دكتور عن إنه عدد كبير من الناس رح يمر بالفيروس، رح يجي لعنده الفيروس ورح ينشفى منه، ولكن هو الأخطر الشباب اللي رح يكون ناقل جيد للفيروس لأنه مناعة جسمه قوية، فبالتالي رح ينقل لكبار السن، رح ينقل للأطفال، للي عندهم أمراض مزمنة. لهيك ممكن تختلف الأعراض مثل ما حكيت، في أشخاص مر عليها عرض أو عرضين من الأعراض اللي قلت عليهم وما مر عليها أعراض تانية ما حست بحالة، ولكن هي عم بتخالط أشخاص تماماً. ممكن إصابتهم تكون خطيرة. في عالم فكرة الشباب اللي عم تطرحيها هي فكرة إنه الشخص الفعال، يعني الشخص تماماً. اللي عم يتحرك، اللي عم يروح على شغله، على مدرسته، على جامعته، عم يروح على بيت، على زيارات، وعم يساوي هالأمور هي، هذا كتير يعني ممكن احتمال ينقل. مشان هيك نحن يعني وقت عم نطالب بالإجراءات الاحترازية المريض عم نأكد عليه، بس بنفس الوقت حتى الشخص الصحيح نحن عم نطلب منه أنه يلتزم بهالتعليمات. بعض الدوائر الحكومية ألزم الكمامة، مثل ما شفنا حتى وزارة التعليم العالي امبارح ألزمت الطلاب بالامتحانات أنه يستخدموا الكمامة، ما قالت فقط المريض أنه يستخدم، لا الكل بده يستخدم. مجرد أنت حطيتي الكمامة منعتي انتشار كتير كبير، نسبة قالوا 95% منعتي الكمامة. انتشار كتير كبير، لأنه هذا الرزاز أو القطيرات اللي عم تنتقل هي يعني خلص منعت أنه تنتقل. هلأ البعض راح يقول كمامة كبيرة، كمامة صغيرة، كمامة سميكة، كمامة مصنعة، كله مجرد حماية الوجه وحماية الأنف والفم من هالرزاز والقطيرات التنفسية. نحن سوينا حماية ممكن توصل ل 90-95%، باقي التفاصيل بنركز عليها مثل ما قلنا، وشوي شوي ممكن نوصل لأنه يصير من ضمن نمط حياتنا، من ضمن الشيء الطبيعي اللي عم نلتزم فيه هو مقاومة هالفيروس والمنع انتقاله. نعم دكتور، كنت عم قلك أنه في كتير عالم عم تعمل مسحات عم تطلع إيجابية ولكن ما عندهم أعراض، ممكن فينا نفسر هذا الشيء؟ هلا ممكن يكون مناعتهم قويه، ما في اعراض نهائيا، شوي ممكن يكون صعب، قد يكون في عرض عابر او عرض ما كثير مهم او الجسم ما يعني تفاعل معه بشكل كثير. البعض مثل ما قلت لك مجرد فقد الشم، مجرد شويه سيلان انفي، تعب جسم اعتبر انه نتيجه عمل او جهد، فممكن هيك. وبالمقابل في اشخاص عم تكون مسحاتهم سلبيه وحتى تحاليلهم سلبيه رغم انه عندهم اعراض مهمه. فهو الموضوع انه الفيروس قيد الدراسه، يعني نحن عم المستجد تماما، عم نتعامل تماما، يعني شفته كل ما بنحكي اسمه بنقول المستجد، هو فعلا سلاله فيروسيه معروفه من قبل، ولكن هلا التطور اللي طرا عليها غير كثير من صفاتها، عم يتم دراستها عنا وببلاد العالم كلها، لوين بدنا نوصل ما بنعرف، بس بنتمنى نوصل لمرحله هو المستجد يستجد الضعف تبعه ونخلص منه بقى. تماما اكيد. يعني دكتور قبل ما نختم حديثنا مع حضرتك، اهم النصائح اللي بتحب توجهها لكل مين عم بيتابعنا، ونتمنى اكيد يستفيدوا من هاي المعلومات اللي عم نقولها. اكيد مثل ما قلنا ان شاء الله كل عام وانتم بخير، بدنا مناسبه العيد انه تكون عيد بالصحه، خلينا نعتبره بالالتزام بالوقايه والاجراءات الاحترازيه اللازمه، التقليل من التجمعات، التقليل من الزيارات، وتخفيف التماس المباشر بالمصافحه والعناق والسلام وهالامور هي، واستخدام الكمامات بشكل واسع، خليها تكون ثقافه لنا هي استخدام الكمامه مع تعقيم اليدين والنمط الغذاء الصحي، كل هالامور هي ان شاء الله بتعطينا نتيجه جيده. وكمان شغله اكيده، اي شخص بيظهر عليه الاعراض لا يتردد انه يطلب المساعده، يسال، يقدم، ولا يخبي اصابته. الشخص اللي بيخبي اصابته او بيخبي شكه هذا خطير جدا، لانه ممكن ينشر العدد كبير. أكيد. اي عرض او اي شك عندك صار هلا متوافر باي وقت انك تطلب المساعده لحتى تاخذ ادويتك، حتى على التليفون، وتلتزم بتعليماتك لحتى ما تعدي حدا، حتى اذا العارض اجى وراح، حتى لو اجى وراح، لانه عمليا نحن في عنا فيروس صح، حتى لو اجى وراح نحن في عنا حمل للفيروس مثل ما ذكرت قبل شوي. نعم دكتور، نحن كثير بدنا نتشكرك، بدنا نتمنى السلامه للكل، وبدنا نتشكر جهودكم اطبائنا يعني اللي عم تتعبوا ليل نهار من اجل سلامه الكل، والله لا يضر حدا، وان شاء الله بنتجاوز هاي المرحله بخير وسلام ان شاء الله. شكرا. ان شاء الله كل عام وانتم بخير، وترجع اعيادنا ومناسباتنا مثل ما احنا متعودين عليها بلدنا الحبيب. ان شاء الله ان شاء الله يا رب. شكرا لك دكتور، وكمان بدنا نقول لك دير بالك
على حالك وعلى صحتك، لأنه أكثر الكوادر الطبية معرضة طبعا للإصابة بالفيروس. الله يحميكم ويعطيكم العافية. شكرا لك. يعطيك العافية دكتور.